معانا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد. مساء الخير يا دكتور محمود. مساء الخير يا استاذ ربنا، اهلا أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. اشرح لنا بقى وطمنا وقولنا ايه الوضع ونعمل ايه وايه المتوقع. هو طبعا وفقا للإصدارات اللي بتخرجها الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشرات وتنبؤات لست أيام وأماكن خريطة الأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، ودي اللي تم إصدارها في الفترة القريبة اللي فاتت واللي ساعدت بحد كبير جدا إن احنا نحدد المحافظات اللي متوقع عليها سقوط امطار باكثر من بعض المحافظات الاخرى. ونوهنا طبعا زي ما السيد المحافظ قال وقلنا ان محافظه البحر الاحمر هيكون ليها نصيب كبير في فرص سقوط الامطار المتوسطه والرعديه واللي الطاقه تصل لحد السيول، وده حصل بالفعل وزي ما السيد المحافظ قال ان احنا نوهنا على السيد المحافظ قال لك كثافه المطره كانت اكثر، يعني ال 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 هو هو حضرتك احنا موضوع ترتيب المدن ده طبعا لكن ما نقدرش نعرف مثلا، ولكن اتفضل احنا ترتيب المدن سواء كان بدات بحلايب وشلاتين او غيرها، لا احنا نوهنا ان محافظه البحر الاحمر من ضمن المحافظات اللي هتسقط عليها امطار متوسطه ورعديه وقد تصل لحد السيول، وده احنا نوهنا عنه وقلنا ان ده هيحصل النهارده، الفرصة موجودة بكرة ولكن لا تصل لحد السيول بكرة إن شاء الله. أمطار فيها تبقى ممكن تكون فيها أمطار ورعدية، ولكن ده فين؟ ده برضو بحر أحمر كده؟ محافظة البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء، ولكنها إن شاء الله بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر مش هتصل لحد السيول. بالنسبة طبعا لباقي مدن القاهرة والمحافظات ما زالت سواحلنا الشمالية عرضة لسقوط أمطار من خفيفة المتوسطة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية. محافظات بعض من محافظات شمال الدلتا امطار خفيفه، ولكن القاهره يعني بعد فرص الامطار الخفيفه اللي سقطت على القاهره النهارده ان شاء الله بكره فرص سقوط الامطار على القاهره ضعيفه جدا وتكاد تكون منعدمه تماما. يعني احنا مفيش امطار، المطره كله بحر احمر والمناطق الحدوديه والكلام ده كله، لكن بالفعل يا فندم دي الحاجه او الحاله اللي من عدم الاستقرار اللي احنا نوهنا عنها انها تكون ظروف اصل حضرتك لما بص انا اقول لك على حاجه يا دكتور، لما اتقال انه في تحذيرات وامطار في ناس افتكرت الامطار دي، انا عارفه ان محافظات ومحافظات، لكن قالوا الارصاد قالت في امطار ومفيش مطره حصلت. ما احنا يا فندم الارصاد الجويه عشان بنشوف برضو المواطن بيقرا مشهد الارصاد ازاي او بيقرا النشره الجويه ازاي، بدانا بالفعل ننوه عن ان في حاجه اسمها فين تقول لي فين اماكن سقوط الامطار. صح، بقول فين بس يعني بعض المواطنين بيبقى عايز العنوان، بتاخد العنوان احنا بناخد لك ايه، هيئه ارصاد تحذر من سقوط امطار او موجه من عدم، فخلاص. طيب درجه الحراره يعني برضو الصبح بدري واحنا في مدارس وبالليل واضح ان درجات الحراره انخفضت عن الايام اللي فاتت وبدات تخش المعدلات الطبيعيه بالنسبه لهذا التوقيت من العام. درجات الحراره على شمال البلاد بصفه عامه لغايه القاهره بتتراوح ما بين 25 و27 درجه مئويه، حتى انخفاض درجات الحراره وصل الى شمال وجنوب الصعيد، جنوب الصعيد دلوقتي ب 29 و28، فطبعا درجات الحراره منخفضه. تنصح الساده المواطنين انه نتقل شويه ولا لسه؟ مش نتقل، هي الفكره بس ان احنا ما نتهاونش في الملابس، ما نخففش الملابس بشكل مبالغ فيه اثناء التواجد خارج المنازل في الساعات المتاخره من الليل او في الساعات الاولى من الصباح، خصوصا طبعا ابناء الاطفال اثناء التوجه للمدارس. تمام، شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئه الارصاد.